بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ على يوم الدين. أعزائي طلبة الصف السادس الثانوي، إن شاء الله نحن مع بعض النهارده البوكلة 53 و54 من كتاب المعاصر. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بوكلة 53 بديل بيقول لي بينفد ولماش أبي فوائد المشي الأقدام والأقدام. إيه تساعد أبر دردوب وتساعد على فقدان الوزن. إيه تساعد أتري أن فورم أن تكون في اللياقة. اللي أكسياب لأتو إنها مناسبة للجميع أو متاحة للجميع. نين السي سي تي ليس من الضرورة، دي كمو سبيسيال تجهيزات خاصة. إن واحدة دي مالير أفضل طرق دي فير دي أكتيفيتي سبورتيف من ممارسة النشاط الرياضي. إيه تساعد ريدوير تخفيض أو الخفض دي كوليسترول الكوليسترول. أمريولير لا أمير تحسن الصحة والمزاج. ريدوير ستريس تخفض الضغط. ريدويلا ريسك تخفض ضغط دي لمرضي كردي تخفض الإصابة بالأمراض القلبية. فونيا في با أبيه لا تدفع، لا يلزمك أن تدفع بورد إنفير لكي تمارسها. دوني دي لأورنج إنرجي تعطي طاقة وتحسن لو كونديسيون فيزيك الشكل الايه المظهر الفيزيائي والمظهر الشخصي للشخص. امرولير تحسن لابوتي جمال الى كواليتي وجودة ديكور الجسم. لو تكافح ضد الامراض. كل دي فائدة المشي. تعال نشوف المشي عبي المشي على الاقدام. ايه يساعد نقط دوبودي الوزن. ادور على اول واحدة برضا دوبودي خفض او خسارة الوزن. يبقى خدنا الاخراني. لالوت المكافحة ضد الأمراض إنها واحدة من نقط دولاماش أبي من إيه؟ من بينفي مميزات أو مميزات ما في عيوب ديزافنتاج عيوب ديفو عيوب كل دي عيوب. يبقى خدنا الأول عندي. يبقى الفوائد من ضمنها المشي. لامارش أبي المشي الأقدام نير دوي بالا أمير ني عمرو زي بالا عمير لا يخفض لعمير الصحة أو المزاج. ني عمرو زي لا يحسن المزاج. عمرو زي لعمير يحسن المزاج. هو ده بوفي فير دو أمار شابي. يستطيع أن يعمل مشي على الأقدام لوبتي سينمو الصغار فقط، لوبتي لوجرون الصغار والكبار. يبقى خدنا رقم سي. لامار شعبين مشي على الأقدام ردوي يخفض الكوليسترول. يخفض الكوليسترول. لامار شعبين مشي على الأقدام نسيسير يحتاج إلى تجهيزات خاصة، يحتاج إلى تجهيزات بروتوكولية مجهزة، يحتاج إلى تجهيزات غير عادية، لا يحتاج إلى تجهيزات خاصة. يبقى خدنا الأخرني. ممكن تعمله بأي طريقة. الليلة لا كمبان شي مي جرام برانتس. ذهبت إلى الريف أو الذهاب إلى الريف عند جدي. معا أنا اسمي نيكولا، عندي 17 سنة، أسرتي وأنا نحن نحب قضاء الويك إند العطلة. ألا كمبان في الريف شي مي جرام برانتس عند جدي. كي فيفون الذين يعيشون ضنين بتيت فيلاج في قرية صغيرة. ستوي تقع أوسو دولا فرانس جنوب فرنسا. بورنو بالنسبة لنا لو فيلاج القرية تكون أون اندروا مكان إيديال مثالي. اللي يوجد دو لا إير بور هواء منعش دي لابوتي جمال دي فيزيك المناظر أو لو بيساج المناظر. إيدو كالم والهدوء بار كونتر على عكس المدينة. جي بسيط جور نقضي دائما دي مرمو لحظات جنيو رائعة. لا هناك آدي زيني في الرسم.
جادور مي بلدي أحب التنزه عدو على ظهر الحصان، مي بنيل استحمام دان الريفير في النهر، افيك مون كوزين مع ابن عمي، قليرتو أذهب مبكرا لومتان في الصباح على بش للصيد افيك مو جراند مون جراند بير مع جدي. ما بتتسير أختي الصغيرة لولا تحب أن تساعد مع مير مع جراند مير جدتي أن يغير للبان في توكيل أو في تغذية الأرانب، تجميع البيض في العشة إيكولير وتجميع لوجيم الخضروات أو بتجير في حقل الخضروات. نيكولا يرى أن لو فيلاج القرية تكون أقل هدوء عن المدينة، القرية تكون مساوية، القرية تكون أيضا هادئة، القرية أكثر هدوء عن المدينة نقد الأخرمي. حطت مقارنة. لا كوزين دي نوكولا سي ابن عم نوكولا بيعرف يسبح في البحر أو في النهر، يرسم مناظر، يسبح في النهر يسبح في النهر. نيكولا يذهب على بيش إلى الصيد أفيك مع سون جران بير مع جده الأولاني. لا جراند مير الجدة بتعرف تركب موتوسيكل، سي بنية تستحم كوليل الجيم تجمع الخضروات أو بتجير في حقل الخضروات بخدنا دي. لا جران برانس الجدين فيفو يعيشون في قرية سيتي تقع على ويست دو فرانس، هو قال تقع في سود دو فرانس جنوب فرانس. لولا تحب أن تجمع الفواكه في البوتجير في حقل الخضروات، تجمع فراولة، تعطي أكل الأرانب وترمير أمك أبورتي أحضرت أنساك دي كورس حقيبة مشتريات بورا الليل الذهاب إلى السوبر ماركت. طب يبقى الأولاني لوبروف المدرس دوموند طلب من التلميذ سير كل سير كوا، على ماذا القطار يسير؟ هو يجيب سير لا يضل لا يطير في الهواء، سير لارو على الطريق، سير لا تروتوار على الرصيف الجانبي، سير لارالي على القضبان بخدنا الأخراني. وبارلا أن تتكلم عن أساس بوتر شومبر حجرتك أنت تقول إليا يوجد أفيش ملصقات، يوجد مكتب وكرسي، يوجد كلية ممر، يوجد تابلو لوحة، يبقى مكتب وكرسي ده أساس. وتربير أبوك في دي كراسون، أنت تقول أبوك بيعمل كرواسو خبز، هو يكون بلونجير خباز، سماك، بقال، حلواني، يبقى خدنا خباز. وكنسي أن تنصح إمبت يوم مار لكي يعبر لارو الشارع، أنت تقول مشي على الرصيف الجانبي، انظر يمينا ويسارا، أنت طبعا تنصح مار لكي يعبر الشارع، أنت هتقول له انظر يمينا ويسارا، لا تعبر في ممر المشاة، ممنوع أن تأخذ الشارع المشاة، يبقى ناخده رقم سي هي الوحيدة الصح. فترمي زميلك فودوموند يطلب منك ماذا فوز اللي فير سوف تفعل في العطلة القادمة، أنت تقول أنا سوف أعمل دي لا أورج، أعزف على الأورج، جي فيان دو دي ماضي، جي ني با دو ديفوار دا مضارع، جي آفي دا ماضي، يبقى ناخده الأولاني عشان هو مستقبل، حاططها لك جي با فير سوف أعزف على الأورج. فودمون أن تطلب من سائح كليسا لونج ما لغته، أنت تقول كل لونج بغليفو، أي لغة تتكلم، خلاص الأولاني. فوندكي زميلك يوضح لك لو ما يند ترانسبور وسيلة النقل لو بلي رابط الأكثر سرعة، هو هيقول القطار، الموتوسيكل، السكوتر، الطائرة، طبعا الطائرة. وتركوبين زميلك فودمون يطلب منك فترة في رأيك على الدلتا بلين الطائرة الشراعية، أنت تقول الطائرة الشراعية تطير، أفيك هو بماذا تمارس الطائرة الشراعية؟ البور موا بالنسبة لأنها فولون عنيفة، أمونا في ريكيتاسيون فروسية، زميلك بيطلب رأيك على الدلتا بلين، أنت هتقول له بالنسبة لأنها عنيفة، يبقى خدنا رقم بي. وفون فورمي أنت تسأل على أن ريون قسم في السوبر ماركت، أنت تقول في أي في قسم الخبز يوجد العديد من الأقسام، أنت تسأل أنت تقول يبقى سؤال،
يوجد كم من الأقسام في السوبر ماركت؟ دان كل رايون اون تروف لا باجو. ارجع تاني الجملة، أنت تسأل على قسم في السوبر ماركت، هتقول في أي قسم نجد الباجوت العيش الطويل، مش عايز الأقسام كلها، أنا عايز قسم معين. أنت تطلب من زميلك لماذا يذهب ألامير إلى البحر، هو هيقول بور براتيك لا بلانش فولي لكي يمارس المركب الشراعي، تنفع لأن الجو بارد، لكي يمارس ركوب دراجات، لكي أمارس كرة طائرة، يبقى خدمة الأولانية مركب شراعي. فوتر بيتي فيريرا أخوك الصغير فودمان طلب منك أين نستطيع سيلوفي الاستحمام، أنت تقول في المطبخ في سالدو بام في الحمام، يبقى خدنا في الحمام. روبوند فيت روبوند روبوند آخرة وزد أمر مع الفو، رد بسرعة على هذا الإكسرسيز. الاكسرسيز مفرد مذكر مبدوء بحرف متحرك، اخذ سي او تي. لامير البحر يكون سوبر رائع، اون فا نذهب، اون تي نذهب اليه، باخذ جريج. تي ني تي دي بلاسي جامي، انت لا تتنقل ابدا بالمترو، قال له انا اتنقل به بارفوا احيانا، يبقى سي بلا. لوبير الأب دو ما كوزن، أب زميلتي يكون، أنا بتكلم عن الأب ولا عن الزميل؟ عن الأب. بائعة كوفيز كوفيرة، رجل أطفاء وسيدة أطفاء، تمشي مذكر ومؤنث، زينة ترس رسامة، يبقى احنا خدنا التالت. البيكودي صودا أودجيني، هو يتعشى كثير من الصودا، يأكل يشرب، يبقى يشرب كثير من الصودا. من الصودا. جيم بيان لو جيب، انا احب جدا الجيبات المخططة، احنا قلنا اربع كلمات، تعال نكتبهم سوا. كنا قلنا ان في بوا منقط، كارو كاروهات، لاكيت بكاع، طالون برباط، الاربعة دول بيجوا وراهم جمع مذكر، منقط كروهات بكاع وبرباط، بيجي وراهم جمع مذكر. امال ايه اللي عندك دي؟ عندك كلمة مخطط، يبقى بيجي بعدها جمع مؤنث، مش موجودة في الأربع كلمات اللي احنا لسه كاتبينها، يبقى اخد أنا واحدة جمع مؤنث، أدي الأولى مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مذكر، جمع مذكر وجمع مؤنث، يبقى اخد روج الأخرانية تمشي مذكر وتمشي مؤنث. أكيبن سيتي، في ما إلى من أو في من تفكر أنت؟ قال له أنا لا أفكر في كي مع برسون، أنا لا أفكر في أحد. سيتن ترانير، هذا المدرب إيدي أوريجين، يكون من أصل، كلمة أصل يأتي بعدها صفة جنسية مفرد مؤنث دائما، يبقى سيتن ترانير، هذا المدرب يكون من أصل أرجنتيني برازيلي روسي، تمشي مذكر وتمشي مؤنث. يوناني مذكر مذكر مذكر، ودي تمشي الاثنين. جيم مانجي، أنا أحب أن آكل دي جمع، السجق جمع، باخد دي. أهل الفعل الأساسي طبعا فعل مانجي، لغة أمي. بورجويي، لكي نلعب تنس الفو يلزمك مضارب، ان ولا ان ولا دو ولا تروازيم، على الترتيب ما ينفعش، بخدنا دو عشان جاي وراها جمع مضربين. تي ما انت تحب سوبر مونيه، ما تنفعش عشان التي لازم تحول معاها الفعل زو ضميرين مع التي، تي حتى لو مصدر، حتى لو مصدر، يبقى تي برومونير، انت تحب التنزه، انت لابد من تحويل التي. مصير اختي تلبس ان روب فستان روز وردي، فونسي غامق، يجوا الاثنين مفرد مذكر، روز وفونسي، طالما قالوا نيم او فاتح وغامق جنب بعض. طابل سي فوتو، ماذا تي ابورتي، احضر لك هذه الصور، من احضر لك هذه الصور، طبعا من احضر لك هذه الصور. جي سوي نيو او، في تعبير على بعض وخدناه في شهر ثانية، اسمه اوم واندو في شهر، تتغيرش.
انا هنا موان فاضل لي او التانية. مون اونكل عمي عنده ترافو اعمال بيكو بس بيكو دو دي ابوصرف ما تنفعش عشان دورها مكتوب بحرف ساكن. بيكو دو اهو كثير من تيسي. انت تعرف دو بيانو؟ يا ترى دوب تيجي مع فيرب ايه؟ قال لك مع فيرب جويير مع الالات الموسيقيه. ادور يمكن يكونوا حاطينه. قال لك طبعا لازم يكونوا حاطينه. فيرب جويير بياخد دوب مع الالات الموسيقيه. نحل مع بعض بكره اللي جاي. بكره 54 بيقول لي بونجور ليو، صباح الخير يا ليو، ميرسي بور لا فوتو دي تا فامي، شكرا لصوره اسرتك انها رائعه. اي فواسي وهي ما فامي اسرتي مونبير ابي اسمه ديفيد، هو عنده 45 سنه. إلي بتي إمجري إنه قصير ونحيف أو صغير ونحيف. أم اسمها صوفيا، هي عندها 40 سنة، هي تكون بلوند شقراء، هي تحب أن تمارس دي يوجا اليوجا. جيان فريرا عندي أخ اسمه جون، هو أسمر إيمينس ورشيق، هو يحب التنس وهو عنده عيون بنية. أختي نتالي 4 سنوات، هي تكون تريسيمب رائعة جدا، هي عندها عيون زرقاء. مون جراند بير جدي اي هايبر جراند كبير جدا، عنده 70 سنة، هو يكون دايناميك نشيط، هو عن يكون شيف اصلع، هو يحب ان يمارس السلة. 70 سنة ويمارس السلة. ما جراند بير جدتي تكون رائعة، هي تكون سريان بشوشة، اي سوسيابل واجتماعية. النو ايت هي تساعدنا افيق في عمل نو ديفوار واجباتنا. مارك اللي كاد لوبردو مارك، ابو مارك عنده، الاب عنده 45 سنة، كرون 40، كرون 45، يبقى خدنا 45 سنة. لسير دو مارك، اخت مارك عندها عيون سوداء، عيون زرقاء، اخت مارك عندها عيون زرقاء، يبقى خدنا رقم بي. لامير، الأم بتعمل تحب أن تمارس هاند بول ولا اليوغا؟ الأم بتمارس اليوغا. لو جران بير الجد يكون هاي بتي منس بتي جرو سوريان، ده عايز الجد، ده عايز الجد سوريان اسوسيابل دايناميك اسبورتيف، هو يكون دايناميك اسبورتيف، ده اللي ذكره في القطعة. تساعد مارك في عمل الواجبات، طبعا لا جران مير الجد. لفرير دو مارك، اخو مارك اسمه، تعال نشوف اخوه، جيان فرير إلسابيل جو، انا عندي اخ اسمه جو، يبقى خدنا التالت. من اندريا الى فيليب، ويك اند العطلة، بونجور صباح الخير، كسكتي في ماذا تفعل لو سمدي يوم السبت؟ الور اذا السبت جي ميلي فانا استيقظ السي تارد حوالي الساعة 10، ان سوي بعد ذلك جي بريند انا اخذ من بتي دي جنير فطاري. إبوي ثم جي صورة أخرج بور كلك كورس لبعض المشتريات، يجير انتري وعود حوالي في الظهيرة، أتغدى أفيك مي برونس مع الوالدين، وبريمدي بعد الظهر جي في انسيست أعمل قيلولة أو راحة، إن سويت بعد ذلك جي في عمبود أصبو أمارس قليل من الرياضة. جي كورا أجري، جي كورا أجري إبوي ثم لو صوار في المساء صار دي بدون دي توم من وقت الآخر. جي فيو السينما، ذهب للسينما فيك ما فامي مع أسرتي أو بيا بالتأكيد جولو، وأجر أن دي في دي أسطوانة مشغل أسطوانات، حيث جي في ورسترون أو جي في ورسترون، أذهب إلى المطعم مع زميل، يبقى حاجة من الثلاثة دول. ألور إذا كلمني عن عطلتك. أندريا يذهب للسينما مع الأسرة. نقط يعمل سيست قيلولة، هو قال لك بعد الظهر، يبقى بريميدي. أندريا يمارس كثير من الرياضات، ني في بات سبورت، في عمبود سبورت، ني في باتول سبورت، هو يمارس الجري، عمبود سبورت، قليل من الرياضة.
نشوف الجملة اللي جاية. أندريا بيتغدى افيك سي برونس مع الأس مع والديه مع فليب سيال. هو قال في الغداء أنا أتغدى مع المي برونس الوالدي. موضوع الإيميل يكون كونج عطلة فاكانس أجازة، جور دي كونج يوم العطلة، ويك إند الويك إند. خلاص أندريا ياخذ ثم تيدي جنير في طاروس قبل العاشرة بعد العاشرة. هو قال أنا بستيقظ الساعة 10 وبعد ذلك أخذ فطاري بعد العاشرة. بومي أنت تحب كثيرا لزنمو الحيوانات، أنت تقول إلى أمك أمي أنا أستطيع الذهاب إلى حفلة تنكرية، أستطيع الذهاب لصالة الألعاب، أستطيع الذهاب إلى الحديقة العامة، أستطيع الذهاب إلى حديقة الحيوان بخدنا الأخرانية. وبار أنت تتكلم عن أساس بطر الشمبر حجرتك، أنت هتقول يوجد ملصق يوجد مكتب وكرسي للسواغدنة. نفس الجملة بنفس النص. فوفولي أنت تريد شراء رومان رواية، أنت تقول أذهب إلى مركز الوثائق والمعلومات، أذهب إلى المكتبة، أذهب إلى مكتبة الشراء، دي مكتبة قراءة واستعارة ودي مكتبة شراء يبقى خدنا رقم ب. فوترمير أمك فوم فورمي تخبرك من أين هي تحضر لي مقادير دي لو جيم الفري دي جنير الغداء. هي هتقول لك من الكازينو، من المطعم المدرسي، من المطعم ولا من السوبر مارشي. مقادير بتجيبها من السوبر مارشي. فوتر بروف مدرسك فوديموند طلب منك دي بريزنتير ان تقدم شعار او كمرد زملائك لكي يمارسوا رياضة. انت هتقول سبور برتور رياضة للجميع، هذا شعار. فوترامي زميلك فون فورمي يخبرك لماذا هو لا يسافر. ام بتوب المركب هو هيقول بارسكول أنني أخاف من الهواء، بارسكول أنني أخاف من المنتان من الجبال، بارسكول أنني أخاف من البحر. ما بيسافرش المركب عشان بيخاف من البحر. فوزيت أنت تكون عند السماك، أنت تقول أنا أريد دجاج من فضلك، أنا أريد محار من فضلك. خلاص يبقى ناخد رقم سي محار. أنت أكسب لكي تشرح إلى زميلك لاريزون سبب دي فوتر رتار تأخيرك في الحفلة. أنت هتقول الأتوبيس وصل في الميعاد، يوجد كثير من الأتوبيسات، المرور كان صعب. تأخرت عشان المرور كان صعب. فوتر فرير أخوك إيه جمو شرح. أنت تقول إليه توجور هو دائما عنده ألم في الرأس، عنده ألم في الأذنين، عنده ألم في الأسنان، عنده ألم في البطن. الاتنين ينفعوا بتاعت الأسنان والبطن بس الأفضل البطن. الجملة اللي جاية بوفيه أنت تعمل مقارنة بين الكومبراسيون، مقارنة إنتر بين الطائرة والترين والقطار. أنت تقول القطار يكون أكثر سرعة عن الموتوسيكل، الطائرة تكون أكثر سرعة عن القطار. الجملة اللي جاية فوزادوري أنت تعشق أمبردوي منتج مسكر. أنت تقول أنا أحب الأفوكادو فاكهة، أنا لا أحب البونبون ده نف، أنا أكره الكاتو غلط، أنا أحب المربى ده منتج مسكر. خدنا الأخراني. فوديمان أن تطلب من فترة أمين من زميلك كيلسبور أي رياضة هو يكره. هو هيقول أعشق الرجبي، لا أحب المركب الشراعي تنف. كل موين دي ترانسبور برولي تسير سير على القضبان، اخذ سير على فوالا. هي اوتير مؤلف فورودي المفضل من عشان مؤلف مذكر مبدوء بحرف متحرك. فيتمو ملابس جمع مذكر، اكتب عليها جمع مذكر. اخذ انا واحده في دول بتاعت جمع مذكر، قال لك كل اللي نهايتها ال واس. أي الملابس أنت سوف تختار. اليادين ياج يوجد ثلج أجوردوي، الثلج مؤنث أخذ دولار. الجملة اللي جاي فوزليفر أنت سوف تعمل كور مشتريات، قال له لا جي فياندو أنا توا عملتها. أخذ إيه؟ قال لك خد اللوس عشان المشتريات هنا واخدها أداة معرفة. طب ينفع تنضغم مع الضوء؟ قال لك لا، تبقى الضمائر الشخصية منفصلة عن الضوء في حالة الماضي الحديث.
تيم لي كان ينجا انت تحب ركوب الزوارق؟ قال له لا جينيين با، انا لو احب هذا النوع من الرياضات. سيجورن هذا النوع من الرياضات مذكر. كان تيبراتك متى انت تمارس السيكليزم ركوب الدراجات؟ قال له انا لا امارسها متى مع جميع الاولانية ابدا. مواو عمل بعدها فصل يبقى عايز توكيد. ايه اللي بيأكد المواو؟ قال لك الجو. يبقى مواو توكيدها جو. جو شيرش انا ابحث عن روف فستان امن شيء باكمام بيجي وراها جمع مؤنث. احنا قلنا اربعة بس في الفيديو دوت، بيجي وراهم جمع مذكر. جمع مؤنث قديم، جمع مذكر مفرد مؤنث، جمع مؤنث يبقى خدنا رقم سي. ماسير اختي بتعرف فير دوك هاندبول. انا عندك هاندبول قبلها دو، يبقى اخد فعل فير هو اللي بيجي معاها دو بمشتقاته، ودي بياخد او بمشتقاته، ودي بياخد لو، ودي بياخد لو بمشتقاته. اداه معرفه يعني. اشرب ماء كثير كانت عايزه دو، امبو كانت عايزه دو، السيدو هي اللي تنفع الى حد ما. ما من تنا الان محمد صلاح جويه يلعب لفريق ليفربول. فريق مفرد مؤنث. انجلترا دولة انجلترا، انجليزيات انجليزي انجليزية، الفريق الانجليزي عشان الفريق مؤنث اسمه ليفربول. لبور الزبد مذكر، كل منتجات الالبان مذكر اخد له. بروفيسور مدرسي انا انكادو فالوي فرير سوف اقدم له، تنفع عشان لوي قبل المصدر. لوي فا فرير لازم لوي تبقى قبل المصدر طالما موجود مصدر. فالير ما تنفعش عشان دي مع الجمع، لير فا احنا قلنا لازم تيجي قبل المصدر، يبقى احنا خدنا الاولانيه. تستطيع أن تعمل سيلك سرسيس هذا التمرين؟ ماذا؟ من؟ من يستطيع أن يعمل هذا التمرين؟ يبقى خدنا التاني. لافت في الحفلة تقول له موندو كل الناس وصلوا، كل الناس مفرد بتساوي الضمير ال، يعني تاخد نهاية او، ادور على واحدة بدون نهاية او، قال لك اللي هي رقم سي. الحمد لله رب العالمين. أنجزت معاكم البوكلت 53 و54 من كتاب المعاصر. ان شاء الله يوم الاثنين نكون مخلصين كتاب المعاصر وكتاب برافو والورق بتاع القواعد وورق حل بنك المعرفه. وفي انتظار حصص مصر تجيلي بي دي اف بس، وانا ان شاء الله اعملها لكم. اذا كان في الامر بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.